طبعا انا كنت حريص ان انا انزل شغل بدري واخلص الشغل عشان الحق ان انا اجي الجمعيه العموميه وادلي بصوتي لان ده حقي. لا وطبعا بالنسبه للحشود عدد كبير جدا، يعني عدد مهول غير متوقع، ما حدش يتوقع ان العدد ده يجي. انا كنت مفكر ان المحامين حصل عندهم ياس او احباط من كتر ما هم بيشاركوا في جمعيات عموميه كتير، بتبوء بالفشل في بعض الاحيان، لكن النهارده بصراحه يعني يوم مشهود، ونامل ان الجمعيه العموميه البنود بتاعتها النهارده تبوء بالنجاح، لان بصراحه احنا شايفين انجازات ومباني، وشايفين ان بدا التعديلات الدستوريه الاخيره والتعديلات القانونيه اللي هي حصلت في قانون المحاماه حاجه بتبشر عن ان في نيه للنهوض بالمحاماه. النهارده يوم تاريخي كنا بننتظره من زمان، ده كانت يعني امنياتنا ان المعاش يزيد، وقد تم بفضل ربنا وبفضل النقيب سامح عاشور. طبعا احنا من بعد التنقيه موارد النقابه زادت زي ما وعدنا معالي النقيب، وبالتالي في حصل زياده للمعاشات، وبنامل ان في زيادات اكتر واكتر كده، يعني ده اللي كنا بنتمناه من زمان. كان المحامي 10 جنيه في السنه، كان بيبقى معاش المحامي 200 جنيه، دلوقتي يوصل ل 3000 جنيه، الحد الادنى 1000 جنيه، ودي حاجه طبعا كويسه جدا ومشرفه. يعني معنى كده ان انا لو اشتغلت سنه اخد 1000 جنيه، طبعا انجاز كويس جدا. ده واجب وطني تجاه نقابتنا، نقابه المحامين بتطلب ولادها في وقت ان لازم كل المحامين يبقوا متواجدين علشان تشارك وتبدي برايها ازاء الاستفتاء. فطبعا كلنا لازم نيجي ونقول نعم، لان طبعا كل البنود اللي موجوده تمام لمصلحه المحامين. ما شاء الله واضح ان كل الناس عندها رغبه كبيره ان هي تشارك في الانتخابات زي ما احنا شفنا النهارده، وكلهم ابدوا ارائهم، وما شاء الله واضح زي ما انت شايف كده ان العدد ما شاء الله. يعني المعاش طبعا، المعاش بالنسبة للميزانية واضح ان الميزانية فعلا الامور مدروسة كويس، مفيش حاجة بتطلع من النقابة، نقابة المحامين في ظل المجلس اللي موجود ده الا لما بتكون موضوعة تحت دراسة ودراسة بتأني. النهاردة كنا حريصين جدا على المشاركة في الجمعية العمومية لأجل الإنجازات التي تمت في هذه الفترة، بل مش أنا لوحدي بل محامين مصر كلهم بالكامل توقعنا هذا الحضور، لأنهم ما يلمسونه من إنجازات تمت في النقابة. لم تتم هذه الإنجازات منذ أن تم تأسيسها. هناك المبنى الجديد، وهناك تنقيط الجداول، وهناك المعاشات، وهناك كرامة قانون المحامين الذي حافظ على كرامة المحامي. لا إنجازات لم تحدث، ولذلك نرى اليوم في حضور المحامين من جميع أنحاء الجمهورية منظر مشرف لمحامين مصر ونقابتهم، لكي يكونوا الثقة في نقيبهم سامح عاشور وفي نقابتهم وفي إنجازاتهم وبالتالي كان شيء يوم عظيم ويوم رائع سيذكره التاريخ دائما في تاريخ نقابة المحامين. وندعو دائما المحامين على الحفاظ على هذا المنظر الجيد، ونأمل بإذن الله مزيد من الإنجازات من السيد النقيب، وبإذن الله نحن معه لتحقيق هذه الإنجازات وتحقيق والحفاظ على صرح العدالة في مصر نقابة المحامين. مبدئيا نحن نتكلم، لو هنتكلم عن دور النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمشاركة مع الاتحاد، الاتحاد في الأيام اللي فاتت كان عامل ندوات وعامل مكثف المجهود بتاعه بالأعضاء. مبدئيا الاتحاد بيضم 7 محافظات من أسيوط لأسوان، طبعا كل محافظة لينا كل ممثل لمحافظة وممثل للمركز. اشتغلنا بالفترة اللي فاتت على انه انزل وشارك، رأيك مهم جدا بالنسبة لنا. ما بنتحكمش في الأصوات، الأصوات دي داخل الصندوق، قول نعم قول لا، بس احنا بننشد يعني جبنا المحامين وعملنا ندوات بحيث ان هم يشاركوا معانا في المؤتمرات، والنهارده يقبل يمكن اول مره في تاريخ النقابه عرس جميل جدا، كل المحافظات، القاهره، الجيزه، الاسكندريه، الصعيد، والصعيد النهارده بالتحديد شارك باعداد كبيره جدا. الجمعيه العموميه للمحامين دي كان وعد بيها معالي النقيب انه يزود المعاش من 3000 وحد ادنى 1000 جنيه، من بعد المعاشات ما كانت 200 جنيه، دلوقتي اللي ما اشتغلش هياخد 1000 جنيه، فأي جهة حكومية
اما بيطلع المعاش ما بياخدش، بياخد 700-800 جنيه، فده يعتبر انجاز عظيم لمعالي النقيب وقانون المحاماه ايضا انجاز عظيم لمعالي النقيب، ونتمنى انه انجازات اكتر يعني للمحامين، واكيد المحامين سعيده بالجمعيه العموميه، وطبعا كلنا طبعا بنشكر معالي النقيب ان هو بيعمل جاهدا لمصلحه المحامي ومصلحه النقابه.